أصدر التعميم لسكان المقاطعة بخصوص تنظيم بطاقات تعريف لأبناء المقاطعة، وذلك لحاجة الناس إليها، حيث مضى أكثر من 5 أعوام على تعطل دوائر أمانات السجل المدني، وهناك عدد كبير من المواطنين لا يحملون بطاقات شخصية أو وثائق للتعريف بها عن أنفسهم. ومؤخرا ونتيجة للنزوح الكبير إلى المقاطعة والقادمين من مناطق سيطرة الجماعات الإرهابية، وحفاظا على سلامة أمن مقاطعة عفرين وعدم تمكين الإرهابيين من الدخول إليها والتنقل فيها بحرية والقيام بالأعمال الإرهابية، فقد أصدرنا هذا التعميم الذي يضبط كل شخص يدخل إلى المقاطعة بصورة غير مشروعة، وهذه البطاقة لا تعني الانفصال عن الدولة كما سيروج لها البعض كالعادة، بل هو تدبير أمني، وتستخدم هذه البطاقة حاليا فقط ضمن مقاطعة عفرين.